الشوط. استاذ استاذنك يا كابتن، خلينا نرجع لارض الملعب، وكما عودناكم لقاءات ما بعد المباراه والزميله العزيزه روزان ناصر. اتفضلي يا روزان. كابتن هيثم، من جديد طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على يعني فريق اغادير المغربي، مباراه كانت قويه جدا الحقيقه. في هذه اللحظات معايا المدرب العام كابتن محمد ابراهيم، طبعا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي في البدايه، وبقول لك الف مبروك، اداء قوي طبعا من اللعيبه. حابب تقول ايه، شفت مباراه النهارده ازاي، وحابب تقول ايه بعد المكسب؟ والله الله يبارك فيكي، الحمد لله. طبعا مكسب مهم انه يوصلنا النهائي ان شاء الله بكره. هنقفل الصفحه دي النهارده ونبدا ان شاء الله نشتغل على ماتش الزمالك ان شاء الله من النهارده بالليل. يعني مباراه بكره طبعا يعني المباراه المنتظره، مباراه صعبه جدا، اكيد استعديتوا ليها او هتستعدوا ليها يعني بشكل مختلف. قول لي ابرز التعليمات يا كابتن، ويعني هتستعدوا ليها ازاي؟ والله هو المفروض ان احنا كلنا حافظين بعض، يعني هم حافظيننا واحنا حافظينهم، بس كل واحد بيركز في بتحاول تعدل كل مره او تصلح في اخطائك او تقلل من اخطائك في الماتشات اللي زي دي. فده اللي هنشتغل عليه، ان احنا بقدر الامكان نحاول نقلل من اخطائنا اللي عملناها في الماتشات اللي فاتت، في الخمس ست سبع ماتشات اللي فاتوا من اول السنه. وبس. اكيد في مباراه النهارده برضو شفت يعني نقط صعبه، ايه اصعب النقط اللي النهارده يعني خدت بالك منها خلال المباراه؟ والله لا يعني هو بس صعوبه الماتش النهارده ان انا عارف ان ممكن لعبه تكون بتلعب ماتش النهارده وبتفكر في ماتش بكره، هو دي اصعب حاجه. يعني ده اللي احنا حاولنا نخرج من اللعيبه من اول ماتش، ان احنا ما فيش نهائي الا لما نكسب في السيمي فاينل. فدي اصعب نقطه في تحضير ماتش النهارده. كابتن محمد بقول لك الف مبروك مره ثانيه، وبالتوفيق طبعا ان شاء الله في مباراه بكره. الله يبارك فيك وشكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع المدرب العام كابتن محمد ابراهيم يعني لكره اليد رجال، يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقاء مع كابتن محمد ابراهيم، والحقيقه هو اجاب اجابات يعني مختصره.